ومن المغرب نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب مباراة ونتعرف منه على آخر الأجواء هناك. مساء الخير يا فاروق. مساء النور يا كابتن ايمن، كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله يوم موفق لفريق النادي الاهلي. الجوله 33 للدوري المصري، المباراه قبل الجوله قبل الاخيره، مواجهه فريق النادي الاهلي وبيراميدز اللي بتقام هنا على استاد القاهره. خليني في البدايه اقول لك يا كابتن ايمن ان استاد القاهره يتزين اليوم لاستقبال هذا اللقاء، كل الامور التنظيميه، كل كافه الامور واتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه. كان اول الواصلين الى ارض الملعب كان مراقب لجنه المسابقات الكابتن سمير جوده، اللي قام بتفقد كافه الامور ومراجعه كافه الامور الخاصه بالجانب التنظيمي للقاء، واثنى على اداره النادي الاهلي وعلى تنظيم النادي الاهلي، وقال دايما ان ده عهدنا بمباريات النادي الاهلي اللي بيتولى فيها الناحيه التنظيميه. اقدر اقول لك برضو كان وصول طاقم تحكيم لا يدير هذا اللقاء بقياده الحكم الدولي محمود البنا، اللي بيعاونوا في هذا اللقاء احمد حسام واحمد توفيق والحكم الرابع محمد حسن وحكم فيديو محمود دسوقي والحكم مساعد الفيديو مصطفى عثمان. تفقدوا ارض الملعب وكانوا يعني واصلين الى ارض الملعب بمتابعه برضو كافه الامور وجوله في ارض الملعب. ايضا اللي نتكلم على النادي الاهلي واستعداده لهذا اللقاء، وطبعا زي كابتن ايمن انت عارف لقاء بيرتبط ب متابعه جماهيريه من جانب جماهير النادي الاهلي، هو خاصه ان هو المحطه الاخيره قبل السفر يوم الثلاثاء القادم لمواجهه فريق الوداد. النادي الاهلي بيعاني من مجموعه من الغيابات والاصابات، ليلجا مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي للاستعانه بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. شفنا في اللقاء الماضي الدفع بعربي بدر منذ بدايه اللقاء في مركز الظهير الايمن، النهارده موجود محمد شكري، هل من الممكن ان مستر بيتسو موسيماني يدفع بيه من بدايه اللقاء في مركز الظهير الايسر، خاصه يعني عوده ياسر ابراهيم، من الممكن ان هو يبقى في قلب الدفاع مع محمد هاني؟ كلها امور، كلها احتمالات، لكن بيبقى الرؤيه الفنيه طبعا لمستر بيتسو موسيماني. بيستعين ايضا بشادي رضوان ومحمد فخري، المجموعه الموجوده من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. النادي الاهلي يا كابتن ايمن في هذا اللقاء طبعا بيملك من النقاط رصيد 85 نقطه، بيتمنى ان شاء الله النادي الاهلي ان هو يحقق الانتصار في هذا اللقاء علشان يوصل للنقطه رقم 88 ويكثر او يعادل رقمه القياسي اللي كان سجل عام 2017 2018 كاعلى عدد من النقاط وصل ليه نادي مصري في بطوله الدوري المصري. ايضا النادي الاهلي رصيده من الفوز في هذه البطوله 27 انتصار، يتمنى النهارده ان شاء الله نحقق الانتصار عشان تعادل الرقم 28 اللي هو ايضا رقم مسجل باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي ايضا رصيده من الاهداف هو 71 هدف، بيتمنى ان شاء الله انه يحرز عدد من الاهداف عشان يعادل الرقم اللي هو مسجل ايضا في موسم 2017 2018 ب 75 هدف. نقدر نقول يا كابتن ايمن ان شاء الله مباراه تكون موفقه للنادي الاهلي ان شاء الله في هذا اللقاء، وتكون تبروفه قويه جدا قبل مواجهه فريق الوداد. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح.